في إطار تطوير وتحسين الخدمات العمومية، ودائماً من أجل تقريب الإدارة من المواطن. وزارة الداخلية والجماعات المحلية تطلق خدمات جديدة. هذه الخدمات تسمح للمواطنين الحائزين على جواز سفر البيومتري بطلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية من منزلكم دون عناء التنقل وبدون إيداع أي وثيقة جديدة. يكفي إيداع الطلب على الموقع الإلكتروني www.interieur.gov.dz. سيتم إعلامكم عبر الأسماس عن تاريخ ومكان استلامها. الإدارة الإلكترونية راح تسهلكم حياتكم.